لما تكون مصري بيقول اتنين ضد مصر. فلما انت الدول اللي بتشترك حدودها مع تركيا انت بتتعاون معاها وبتستقطبها وبتتعامل معاها على أرضية واحدة من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، يبقى ده سياسة خارجية عظيمة ومتوازنة. الدول الأخرى مقدونيا، صربيا، اليونان أيضا من الحدود اللي بتشترك مع بلغاريا. بلغاريا فيها يمكن ما يقرب من 70% منها مسيحيين أرثوذكس، وفيها حوالي 13-14% مسلمين، والباقي يهود وفئات أخرى لا دينية وفئات عرقية زي الغجر، يعني من أكبر الفئات العرقية في بلغاريا الغجر، العاصمة صوفيا طبعا. دولة واعدة جدا، فيها كمية بالمناسبة من يعني الطاقة المتجددة، النفط، الغاز، ربما يكون خبرات أيضا في نقل الغاز إلى أوروبا يكون أيضا من خلال التعاون المشترك ما بين القاهرة وصوفيا أو مصر وبلغاريا. النهاردة الرئيس السيسي برضو كان بيلتقي بأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، و40 رجل أعمال من رجال الأعمال الأمريكان عبروا عن يعني استحسانهم لقانون الاستثمار الأخير. ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية قال إن مصر تأتي في المرتبة الأولى في أفريقيا والثانية في الشرق الأوسط فيما يتعلق بحجم الاستثمارات الأمريكية، وده طبعا بيؤكد على إنه فاكرين أمريكا لما كانت بتطلع بيانات وإشارات على مصر إنها ريد زون ومنطقة خطرة، وما كانش في رجل أعمال أمريكي بيجرؤ إنه يجي هنا، كانوش بي حتى، وكل شوية تحذر رعاياها، كنا في الريد زون بالنسبة للأمريكان. النهاردة أنت في الجرين زون، أنت في المنطقة الخضراء الآمنة اللي بيجي غرفة التجارية الأمريكية عشان تستثمر عندك، وكلهم بيتصوروا أن دي أو عندهم مصلحة أن مصر هتبقى بوابة لأفريقيا. النهاردة التموين أعلنت تخفيض أسعار الدواجن واللحوم المجمدة، وطبعا في